إلى ذلك شن طيران التحالف غارات جوية عدة على مواقع الميليشيا وآلياتهم العسكرية في مديريات عدة بالبيضاء، واستهدف القصف بخمس غارات جوية معسكر اللواء 26 في مديرية السوادية. البيضاء تخوض معركة الخلاص الوطني، ففي جبهة لم تهدأ منذ عدة أشهر تواصل المقاومة كفاحها المسلح ضد قوة المخلوع صالح وميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، أكثرها سخونة جبهة مكيراس والزاهر والصومعة. على مدى الساعات الماضية اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بمنطقة كريش التابعة لمديرية مكيراس بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا المخلوع صالح والحوثي من جهة أخرى، إثر محاولة الميليشيا التقدم نحو مناطق تقع تحت سيطرة المقاومة. الاشتباكات أسفرت عن استشهاد أحد أبطال المقاومة، فيما سقط عدد غير محدد من عناصر الميليشيا. يأتي ذلك فيما واصلت الميليشيا قصف مديرية مكيراس من مواقع لها بعقبة المآذن والثيبة بآل التوم ومديرية الصومعة. وفي جبهة الزاهر اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا المخلوع صالح والحوثي التي قصفت بصواريخ الكاتيوشا مناطق الأجردي وسودة غراب في المديرية. طيران التحالف استهدف بعدة ضربات جوية مواقع الميليشيا في كل من مديريات مكيراس والصومعة والزاهر والسوادية، واستهدف خلالها الطيران تجمعات للميليشيا وعربات مدرعة وآليات عسكرية. وتحدثت مصادر في المقاومة عن أن القصف أسفر عن تدمير عربة B10 ومدرع وطقمين مسلحين، فيما دمر مخزنا للذخيرة في منطقة كريش بمكيراس. المعركة في البيضاء متصلة بمعارك التحرير التي تشهدها أكثر من محافظة يمنية، حيث يجمع اليمنيون هناك على طي صفحة سوداء من تاريخهم واستعادة دولتهم وإنهاء نفوذ ميليشيا المخلوع صالح والحوثي إلى الأرض.